أهلا بكم مجددا. أفاد مصدر أمني بإحباط محاولة تسلل لداعش شمال شرقي المحافظة، وقال المصدر أن مجموعة من إرهابيي خلايا داعش حاولوا الليلة الماضية تسلل في زوارق عبر بحيرة حمرين بأطراف ناحية السعدية، إلا أن قوة من الحشد الشعبي تمكنت من رصدهم وإحباط محاولة تسللهم. وأضاف أن إرهابي داعش التفوا من جهة أخرى قرب قرية ربيعة بأطراف ناحية السعدية أيضا، لكن قوات الحشد الشعبي تمكنت مرة أخرى من طردهم. وبيّن أنه أثناء تقدم القوات الحشد وانسحاب عناصر داعش انفجرت عبوة ناسفة هناك، ما أدى إلى إصابة 3 من الحشد.